إيقاعات صاخبة بالحياة هامت بسماء طنجة بمناسبة الدورة 16 لمهرجان طنجاز. المهرجان افتتح بأداء فني خاص أحيته فرقة بيرفكت تريو التي يترأسها فنان الجاز الإيطالي روبرتو غاتو. موسيقى بيرفكت تريو تعبر عن القوة والكبرياء والعواطف في الوقت نفسه. إنها المرة الأولى لي بطنجة، وقد أديت سابقا في العديد من مهرجانات الجاز المغربية بالرباط والدار البيضاء، واليوم وجدت أن مهرجان طنجة شيء رائع، وأنا سعيد بصعودي على خشبة طنجة مع فرقتي التي أعشقها. برنامج المهرجان الذي ينظم هذه السنة تحت شعار جاز القارات الخمس يتضمن عروضا متنوعة لمجموعة من الفنانين من مختلف البلدان. فرقة سومرا من إسبانيا أتحفت جمهور طنجة بموسيقى الجاز المعاصرة. الحضور استقبل العروض بحماس وإعجاب شديدين. La 16e édition, je suis habitué à assister. أداوم على حضور طنجاز منذ 6 سنوات، ودائما أجده مهرجانا فريدا من نوعه. هو موعد مهم لمدينة طنجة بشكل خاص وللمغرب عامة، وهو مهرجان بمستوى عال من الناحية الفنية، كما أنه شيء جيد لطنجة. طنجاز يعد المهرجان الوحيد وطنياً الحاصل على علامة خاصة من المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة، تنويهاً بقيم المهرجان الذي يكرس للانفتاح والتعايش الثقافي.